لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. من القصص الحقيقية المرعبة جدا قصة البنت الأسبانية ديت اللي اسمها استيفانيا بازارو. البنت دي جابت في بيتها لعبة ويجا، حاولت إن هي تحضر بيها الجن عشان تتسلى وتضيع وقت، ولكن بعد كده البنت دي بدأت تشتكي لأهلها إن هي بتشوف في البيت أشباح جن وعفاريت، وبدأ يجي لها نوبات جنون وصرع، وأهلها لفوا بها على المستشفيات والعيادات ولكنهم ملقوش لها علاج. وبعد فترة أهلها لقوها ميتة في أوضتها، وبعد ما اتدفنت واهلها رجعوا البيت وقعدوا شويه بداوا يسمعوا اصوات اطياف واشباح، افتكروا ان في حراميه بتسرق البيت واتصلوا على الشرطه، والشرطه فتشت البيت وما لقتش حاجه، لكن الاصوات المرعبه فضلت برضك في اوضه البنت لحد ما في يوم الزواجين لقوا صوره البنت اتحرقت وما يعرفوش مين اللي حرقها. وبسبب الاصوات المرعبه دي الزواجين قرروا ان هم يبيعوا البيت، وبعد ما عزلوا من الاصوات اختفت للابد. القصه دي معمول عنها فيلم رعب اسمه فرونكا. ممنوع في اوكرانيا انك تمتلك اي كتاب دين او اي كتاب مقدس او حتى اي كتاب بيتكلم عن الدين، وانت اتمسكت بالكتاب ده هيعدموك نفس المكان اللي هم مسكوا معاك في الكتاب. قيادة السيارات مسموح بها فقط للمسؤولين الحكوميين، هناك ممنوع ان النساء تسوق اي سيارات مهما كانت الظروف، والحكومة بتسمح لشخص واحد بس من 100 شخص انه يمتلك سيارة، عشان كده شوارع كوريا الشمالية هتلاقيها دايما فاضية. في كوريا الشمالية مش مسموح ليك انك تختار العمل بتاعك، الحكومة هي اللي بتختار مهنة الشخص على حسب احتياجات الدولة، ولو انت رفضت الشغل للحكومة الكورية ادتهولك بيتم ترحيلك الى المعسكرات للشغل القسري. العائلات الكورية اي فرد هينتحر منهم هيتم معاقبة العائلة بالكامل، حد 3 اجيال من عائلة الشخص المنتحر. من اقوى اسلحة الجيش الروسي الاستراتيجية وهي غواصة التايفون، وهي اكبر غواصة على وجه الارض وفي عالم البشرية. طولها 127 متر وعرضها 27 متر، والغواصة دي لو اطلقت كل صواريخ نووية في وقت واحد ممكن ان هي تمحي نص الولايات المتحدة الامريكية، ممكن ان هي تدمر اوروبا بالكامل في خلال دقايق، والغواصة دي عندها القدرة ان هي تدمر دولة بحجم استراليا، وهي ضمن مشروع رقم 941، والغواصة دي عندها القدرة ان هي تشيل 39 صاروخ اصدار RIRF، حجم الصاروخ الواحد بيبلغ 3500 كيلو متر، وعندها القدرة كمان ان هي تفضل في البحر 180 يوم متواصل، وسرعتها 35 عقدة يعني 75 متر في الساعة، وبتشتغل كمان بالطاقة النووية عن طريق التفاعلات الذرية اللي فيها. البحرية الروسية بتمتلك 3 غواصات من النوع ده. لو نملة قرصتك انت بدل ما هتموتها كده، لا ده بالعكس انت هتشكرها. الست دي اسمها جوان مواري، وهي مديرة تنفيذية لاحدى البنوك، بشبابها كانت هواياتها المفضلة هي القفز بالمظلات. في سبتمبر سنة 1999 قفزت بالمظلة بتاعتها من على ارتفاع 4500 متر، لكن لما جت تفتح المظلة بتاعتها مرضيتش انها تفتح معاها، ففتحت المظلة الاحتياطية بتاعتها على ارتفاع 200 متر، لكن المظلة الاحتياطية بتاعتها انكمشت وقعت على الارض بسرعة 135 متر في الساعة، وقعت في بيت النمل، وده خلى قلبها يقف، وتم قرصها من 200 نمل، ولانه تم قرصها من 200 نملة ونمل كتير فده ساعد ان قلبها يتحرك ويشتغل تاني من جديد بسبب ضخ مادة الادرينالين. من اغرب القضايا في العالم هي قضية البنت المكسيكية ديت اللي عندها 28 سنة واسمها ليندا ميرفاي، وتم القبض عليها بسبب ازعاجها لحبيبها السابق ورنها عليه اكتر من 7500 مرة. يعني والله انا مش متخيل هي عملت كام اتصال في الساعة وكام اتصال في الدقيقة. يا اخي انا صباعي يجيله شلل لو انا قعدت ارن على واحد اكتر من 20 مرة. دي بعتت له اكتر من 41,000 رسالة نصية و45,000 رسالة صوتية و1940 رسالة بريد الكتروني و674 خطاب بريدي. الشرطة اللي قبضوا عليها قالوا ان هم عمرهم ما مر عليهم في حياتهم قضية بالشكل ده، ولكن الشرطة قالت ان العقوبة هتكون مخففة عشان البنت عندها حالة نفسية. وفعلا دي اغرب قصة حب انا سمعتها في حياتي، واظن ان كمان انتم اول مرة تسمعوها في حياتكم. قصة الاتنين دومت هما اللي علموا البياعين ازاي ينصبوا. كانوا عايشين في لندن سنة 1985 وكان عندهم طريقة خيالية في بيع منتجاتهم، فلو دخل عندهم زبون فجون بيدعي ان هو اصم، يعني بيعمل كأنه ما بيسمعش، ومايك بيكون في الدور العلوي، فالزبون لما بيسأله القطعة دي بكام جون اللي عامل فيها اصم بيشاور لأخوه بيسأله القطعة بكام، الدور العلوي مايك بيرد عليه ويقول له ب50 لان جون بيمثل ان هو فاقد السمع، بيلفل الزبون ويقول له ب20. الزبون بياخد القطعة بسرعة وهو سعيد ومبسوط لانه سمع ان سعرها ب50 وهو خدها ب20 بس هي في الحقيقة ما تساويش 10، كلنا بيتنصب علينا وبنبقى خارجين من عند البياع مبسوطين، مش عارف ليه حاسس ان جون ومايك مهمش من لندن وانهم من وكالة البلح. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.